فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم لبس المحرم للكمامة؟ هل هو محظور لأن فيه تغطية للوجه؟ ليس فيه محظور، لأن الممنوع تغطية الرأس للمحرم، والوجه لا يعتبر من الرأس. لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه لا يجوز تغطية الوجه للمحرم، يقول أنه مثل الرأس، لأن فيه رواية: لا يغطي رأسه ولا وجهه، يعني أو ما في هذا المعنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الحملات للحج، الميت المحرم اللي مات وهو محرم، قال: لا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه. أخذ بهذه الرواية الشيخ. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.